Prince Daulat Zambia. Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi of the Arab Republic, Abdel Fattah al-Sisi of the Arab Republic of Egypt. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, dear youth, allow me first and foremost to express my sincere gratitude to His Excellency, President al-Sisi, for extending an invitation to me to participate in the fourth edition of the World Youth Forum. I take this opportunity to congratulate the many youth gathered here today for being a part of this forum and using the power of theater to express themselves. As I begin my remarks, I want to acknowledge that the youth are important agents of change. Our election for the presidency of Zambia is testimony to this fact. You will recall that Zambia held its presidential and parliamentary elections on the 12th of August 2020. حيث شارك الشباب في زامبيا بقوة فاعلة وتم الاستماع إلى أصواتهم في هذا الشأن ونحن نؤمن بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة ونحن نقدر ونثمن الفرصة التي يقدمها هذا المنتدى للشباب من أجل الاستماع إلى أصواتهم ومن أجل التعرف على ابتكاراتهم وإبداع سيداتي والسادة أنتم تعرفون أن زامبيا كدولة قامت بوضع الشباب في قمة أولويات الأجندة حيث أنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاقتصادية ولقد ألينا على أنفسنا ألا ندخر جهدا في دعم وتعزيز الشباب للمشاركة الفعالة في الشؤون الاقتصادية للدولة قمنا بوضع مهام وتتضمن من خلال آلية تفاعلية لمشاركة الشباب في الأمور الاقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعية وأن يجوز أن فاعلا هاما وزامبيا أيضا لديها ما يزيد عن عشرة آلاف شاب يقومون في العمل في قطاع الترفيه ومن ثم نحن نسعى لأن يكون هناك مزيدا من السياسات وأيضا البرامج والمبادرات لدعم الشباب ولمشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في السنوات الأخيرة فأن الصناعات قد تطورت وإدراك لمهارات الشباب وقمنا بتطبيق السياسات الزراعية والسياسية وأيضا سن القوانين التشريعية من أجل مواجهة كامل التحديات ومن خلال هذه السياسات نقوم بإشراك القطاع الخاص لتعزيز وتقوية المؤسسات الابتكارية وأيضا فتح فرص العمل ومن أجل تعزيز وتعافي الاقتصاد في الواقع أن هذه السياسات في قطاع الاقتصاد والزراعة قمنا بإنشاء وزارات جديدة وأيضا كان هناك الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة للشباب السيدات والسادة فيما يتعلق بترويج التنوع قامت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة اليونسكو في مجال التعليم والثقافة من أجل تعزيز وتقوية التنوع الثقافي والتصديق على هذه الأداة الدولية هي في الواقع توضح التزام زامبيا بالعمل الجاد في هذا القطاع ونأمل أن هذه الاتفاقية ستقدم منصة للشباب من خلال فرص واعدة وجادة لكي يقوموا بالتعبير عن مهاراتهم الفنية وتعزيز أدوارهم التي يلعبونها بشكل فعال في الحوكمة وفي المجتمع المدني سيداتي والسادة أود أن نحث شبابنا حول العالم لكي يقوموا بالاستفادة من المزايا والفرص المتنوعة والمتعددة التي يقدمها لهم العالم وأن نشجع مشاركين الشباب العالم استخدام منصة منتدى شباب العالم ليس فقط لتبادل الأفكار والرؤى
ولكن للاشتراك والانخراط في اتخاذ القرار وصنعه. ونحن في حاجة إلى أن نستمع إلى أصواتهم. في نهاية الأمر أود أن أحث شبابنا أن يستفيدوا من هذا المنتدى ويحولوه إلى أفعال جادة وفعالة وأن يكونوا عضوا فاعلا في مجتمعات العالم. شكرا سيداتي والسادة على حسن استماعكم.